السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل من تعليق؟ بارك الله فيك. أول شيء أنا أقول بارك الله فيك وفي جهدك وفي عملك وفي نضالك لنجاح المشروع. ما عندك؟ بعض التجار تبرع ب 200 ألف اللي ضجوا وقيمه 500 ألف. زحمة. يعني زحمة. هذه والله اللي بخمسة مليون. هذه الحالة غير اللي تعال. هذه الحالة والله أنا أشهد بذلك. والله. أما منزل بروك وأراضي من الكداش حتى الشعب. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. 12 مليون ما هي البيت 3 مليون 5 مليون. إيه والله صدقت إنه يفعلوا قيامة وزحمة وصجة ها ويسب الناس ويفعلوا قيامة على الفاضي. وبعض الرجال كبار رغم إنهم يعني شاجعين وفي نعمة وتبرع ب 500 ألف أو مليون. ما هو المليون. إيه والله ما والله ما يسوي 10 مارس. والله ما يسوي 10 قسماً بالله. لكن إن شاء الله هذا في سبيل الله. جزاكم الله خير. انا كنت متصل مع الوالد الان الى صنعاء قال لي يا ما حاج حانه خلاص امور طيبه ما عليك اعبروا. قلنا تمام بارك الله. والله ما تكلم انا اشهد والله والله ما تكلم. جزاه الله خير وبارك الله فيكم. عمل خيري وعمل خيري وصدقه جاريه الى يوم الدين ان شاء الله.